مرحبا، اسمي هيا عرب، أنا من سوريا بس عشت طول حياتي بالكويت. عم أدرس حالياً هندسة حيوية وجينات. من الأسباب اللي خلتني أختار جامعة صبنجي لحتى أدرس فيها هي أنه من أفضل 500 جامعة على العالم، واللي بتحتوي على الحلم والطموح اللي أنا بحلم فيه أنه أدرس التخصص اللي أنا بحلم فيه واللي هو هندسة الجينات. آلية التقديم لجامعة صبنجي كانت كتير سهلة وكانت كتير قصيرة، وبمساعدة الانترناشنال أوفيس اللي جاوبوا على كل أسئلتي قبل ما أجا تركيا وبعد ما وصلت وانقبلت بالجامعة، كانوا دائماً داعمين إلنا، كانوا دائماً عم يجاوبوا على أسئلتنا، وكانوا دائماً بصفنا لحتى نكون أكثر من راضين. أكثر إشي حلو بالجامعة، الجامعة حلو بكل أشيائها، بس أكثر إشي حلو فيها المساحات الخضراء اللي فينكم تشوفوا في كل مكان موجود، فينكم تدرسوا فيها، فينكم تلعبوا فيها، فينكم تعملوا أي إشي بدكم إياه. بالإضافة إلى أنه الجامعة موفرة كتير سوبر ماركت، مطاعم، ريستورانت، وبالإضافة إلى المكتبة والأماكن للدراسة وكتير أشياء كمان. الجامعة هلأ بالنسبة إلي كبيت، لأنه كل يوم بشوف رفقاتي فيها، كل يوم بنحكي فيها، بناكل فيها، فهلأ صارت كأنه بيت إلي مو جامعة. كانت خطوة كتير صعبة أنه أطلع برا بلدي وأخذ هذه الخطوة وأدرس في بلد غريب، بس بعد ما وصلت على تركيا وشفت الجامعة وشفت كيف بيعاملونا وشفت التسهيلات اللي موفرين لنا إياها، حسيت هلأ بعد فترة صغيرة أنه الجامعة كتير كأنه بيتي ومو عايشة أبداً ببلد غريب. بنصح أي طالب حابب يكمل دراسته برا بلده وياخد هذه الخطوة الجريئة مشان يقوي شخصيته ويدعم نفسه أنه يقدم على جامعة صبنجي، لأنه هون بهذه الجامعة رح تكون عم تنافس كل الطلاب الموجودين بهذه البلد، بسبب أنه الجامعة من أفضل 500 جامعة العالم، فأنت رح تكون بالنسبة لغيرك أحسن بكتير، واللي رح تلاقي فرص عمل أكثر منهم وبأفضل شركات إن شاء الله.